قصتي مع الألعاب الأولمبية كانت منذ صغر عندما كنت في سن 12، حيث كنت أزاول رياضة السباحة وتعرفت على بطل بارالمبي في هذه الرياضة، فكان حلمي أن أذهب إلى الألعاب البارالمبية في السباحة. عندما بدأت أمارس رياضة الألعاب الثلاثية في سنة 2008 أحببت هذه الرياضة بشكل كبير وكنت أمارسها بشكل كبير، إلى حين إعلان رياضة الألعاب الثلاثية كرياضة بارالمبية. في هذا الوقت قررت أن أقوم بالتضحيات اللازمة لتحقيق حلم طفولتي. مسار التأهل إلى الألعاب البارالمبية بدأ منذ سنتين تقريبا. منذ ذلك الوقت ألاميدا أون ترايثلون تيم كانت بجانبي من حيث لوجيستيك، من حيث المعدات الخاصة بالألعاب الثلاثية، ومن حيث المشاركات في جميع المسابقات التي تمكنني من كسب النقط المؤهلة لبطولة العالم والألعاب البارالمبية. أن أكون أول شخص من ذوي احتياجات خاصة في العالم العربي يمارس هذه الرياضة بشكل محترف بالنسبة لي في كثير من الفخر والاعتزاز، فهي رسالة للجميع أن نكون سباقين. يمكن أن نبدأ بأشياء لأول مرة. عندما بدأت هذه الرياضة لم يكن هناك أي شخص يزاولها في ذوي احتياجات خاصة، فهذا لم يمنعني أن أكون أول شخص يقوم بهذه المحاولة. لي عظيم الشرف أن أكون أول عربي يشارك في الألعاب البارالمبية في هذه الرياضة. أتمنى أن هذه المشاركة سوف تلهم وتدفع بأشخاص آخرين للتفكير في هذه الرياضة، ولما لا التأهل للدورة القادمة التي سوف تقام في اليابان. بعد ضمان تأهل إلى الألعاب البارالمبية ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية في هذه الدورة إن شاء الله، بالنسبة لي هو حلم كبير، وكذلك تحقيق أقصى هدف رياضي يمكن لأي رياضي أن يحلم به.